والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الأعزاء الضيوف الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في جمعية الدر وقنقالة النوبية الخيرية. نحن نرحب بالسادة الأجلاء الذين شرفونا اليوم من السادة الأدباء والشعراء والمبدعين، وكل آمال أن يكون لقاؤنا لقاء مودة واحترام. السادة حيث الدر هي عاصمة النوبة ومركز العلم والتعليم بها. اليوم كذلك فرصة عظيمة لتكتشفوا وتتعرفوا عن قرب على أحد المجتمعات الأصيلة في مصرنا الحبيبة، وهو المجتمع النوبي. ذلك المجتمع الذي يحمل في جيناته عبر آلاف السنين حب الجمال وحب الخير والفن والتسامح، ولم يأتي ذلك من فراغ، وإنما جاء انعكاسا للبيئة الساحرة التي عاشها النوبيون على امتداد ضفتي النيل منذ زمن بعيد في موطنهم الأصلي قبل عمليات التهجير المتتالية. هذه الصمات الطيبة والصفات النبيلة رسخت بداخلنا رسوخ الطوب، وهي التي رسمت بعمق ملامح الشخصية النوبية، فأفرزت ثقافتها الفريدة من نتاج لغة عمرها آلاف السنين، مستندة في ذلك على عادات وتقاليد وتراث ثري ممتد منذ عصر الفراعنة وقبل الفراعنة إلى الآن. الثقافة النوبية هي إحدى الثقافات التي تصب في بوتقة الثقافة المصرية، وجدران المعابد الفرعونية تحكي وتشيد بوضوح لذلك، وإلى التاريخ النوبي ودوره في مسيرة الحضارة المصرية العريقة. خلال القرن الماضي تعرض النوبيون الذين كانوا يعيشون في 44 قرية، النوبيين 44 قرية كانوا عايشين على ضفاف النيل، تعرضوا لعدة هجرات متتالية، وأحدث ذلك تحولا جغرافيا وتاريخيا في حياتهم. وبالرغم من ذلك إلا أنهم حافظوا بإصرار على هويتهم وتراثهم وثقافتهم وبقوة. النوبة قدمت كوكبة من المبدعين في شتى نواحي الأدب، أمثال الأساتذة محمد خليل قاسم صاحب رواية شمندورة، وحجاج الدول صاحب رواية ليالي المسك العتيقة، وإدريس علي وحسن نور. وفي مجال الشعر أيضا نجد الشاعر خليل فرج وعبد الرحيم إدريس وزكي مراد وغيرهم الكثيرون. السادة الحضور، في إطار النشاط الثقافي للجمعية نتشرف بأن نرحب بكوكبة الشعراء والأدباء الذين يشاركون الليلة. وكما نعلم أن الشعر هو لغة الإحساس المرهف والتعبير الإنساني الراقي، الشاعر يعبر من خلال انتمائه للبشرية كلها حبه للجمال والخير والفن. ولا يفيدني أن أذكر بعض من أثروا في التعليم في قرية الدر، فنجد أن هناك أسماء لا يمكن أن نغفلها أبدا، أمثال الشيخ مرسي. الشيخ مرسي كان بيلف على جميع القرى النوبية على أساس بيجيب الأطفال والأولاد ويحثهم على التعليم، وبذلك نقدر يتضح لنا أهمية الدر وأن الدر هي منبع العلم والعلوم في القرى النوبية كلها. أيها السادة،
اهلا بكم في جمعيتكم جمعيه الدر والمقاله. وكما كانت الدر دائما مركز التعليم والثقافه في النوبه فان جمعيتنا باذن الله كذلك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.